الحربة مركز المستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وفي الذكرى 16 للرحيل أبو عمر نلقي الضوء على أبرز نقاط في حياة الرئيس الفلسطيني الراحل. ولد ياسر عرفات في 24 أغسطس 1929، اسمه الحبيب محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني. عرفه الناس مبكرا باسم محمد القدوي، واسمه الحركة أبو عمر. انتخب في عام 1996 رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد رأس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1969. كفائد الشخص يتقلد هذا المنصب منذ تأسيسها على يد أحمد الشوفاري عام 1964. القائد العام لحركة الحكاية أكبر الحركات داخل المنظمة التي أسسها مع رفاقه في عام 1959. كان رسم منظمة حياة المدنية للاحتلال الوطني الفلسطيني مطالبا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. تم منح جائزة نوبل للسلام عام 1994 بسبب مفاوضات أوسلو. في أواخر عام 2004 مرض ياسر عرفات بعد سنتين انتصاره للجيش الإسرائيلي له داخل مقره في رام الله ودخل في غيبوبة. توفي ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004 في